تفضل الشيخ، هناك كتب أو مؤلفات تقدموها في هذا المجال؟ كنت لما علمت في معهد بريدة العلمي عام 1979 و300 ألف، وكان أدري أسند إلي في ذلك الوقت تدريس التفسير والأصول الفقه وأصول علوم التفسير والمصطلح والتجويد، وألفت أو كتبت رسالة أو مذكرة في علم المصطلح للطلاب في ذلك العام، وفي عام 81 و300 ألف، وهو العام الذي فتحت فيه الجامعة، طبعت هذه المذكرة بعنوان اجتناء الثمر في مصطلح الأثر، في مصطلح أهل الأثر، وهذه أول إنتاجي وأول يعني كتاب صدر لي. وقد طبع يعني طبع طبعة الأولى اللي في عام 1380 ولم يطبع بعدها. و يعني مضى على طبعه الطبعة الأولى 39 عاما الآن. وكان هناك أيضا في عام 80 و300 ألف، وفي الصيف يعني صيف 79 وقبل دخول عام 80 طلبت رئاسة الكليات والمعاهد العلمية وهي جامعة الإسلام جامعة الإمام محمد السويد فيما بعد، طلبوا من بعض المشايخ تأليف مذكرة في أصول الفقه تكون لطلاب المعهد أو طلاب المعاهد، فكنت من جملة من كتب المذكرة. وبعد أن شكل لجنة للنظر في المذكرات التي كتبت، وكانت اللجنة برئاسة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، يعني فانتهت هذه اللجنة إلى أن تؤخذ مذكرة من مذكرات ثلاثة مشايخ، يعني هو الشيخ عطية محمد سالم والشيخ أحمد بن عبد الله القرآن وأنا معه، وطبعت المذكرة باسم تسهيل الأصول إلى علم الأصول، وكانت تدرس في المعاهد العلمية ولا تزال تدرس في الجامعة الإسلامية الآن، وكانت قبل ذلك تدرس في المعاهد العلمية لأنها هي صاحبة الحق وهي التي طلبت تأليفها من بعض المنتسبين إليها من المدرسين. وكذلك كتبت كتابين، أحدهما حديث من صحيح البخاري، ولما درست صحيح البخاري قرأت فتح الباري وكنت أدون بعض المسائل المهمة، وبعد انتهاء التدريس لصحيح البخاري رأيت أن أجمع هذه الفوائد المتفرقة والتي كتبتها يعني سابقا ولاحقا، وطبعت بعنوان الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، وكانت ذلك الكتاب يشتمل على 655 فائدة. وهذا هو يعني آخر الذي طبع لي أخيرا، الذي هو كتاب الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى. يعني هذه الأشياء التي طبعت مما كتبته. ثابت مع الشيخ.